السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هنحل نماذج كتاب المدرسة غبر. النموذج الأول كان هو امتحان محافظة القاهرة السنة اللي فاتت. السؤال الأول بيقول: مجال الدالة نون حيث نون سين بتساوي سين على سين ناقص واحد. السؤال ده كان اختر المجال يا أستاذ حق فرق أصفار المقام، يعني المقام ده بشوف ايه اللي بيساويه بالصفر، ده المقام اللي فوق اسمه بسط واللي تحت مقام، كنت باخده اساويه بالصفر يعني السين بواحد، يبقى مجالي حق فرق المجموعة واحد، وده كان الاختيار رقم ب. السؤال التاني بيقول: عدد حلول المعادلتين س زائد ص بتساوي 2 وص زائد س بتساوي 3. كنت عشان اجيب عدد الحلول دي يا استاذ كنت بجيب الميل، ولو كنت لقيت الميل قد الميل وعدد الوحدات قد عدد الوحدات كنت بقول عدد لا نهائي. مسألتين كنت بحطهم في ابسط صورة، جبت ميل دي، ميل دي سالب معامل س على معامل ص، جبت ميل دي سالب معامل س على معامل ص بعد ما اختصرت وحطيتهم في ابسط صورة. شوف عدد الوحدات دي زي عدد الوحدات دي؟ لا. طب لما يكون الميل قد الميل يبقوا متوازيين يا استاذ، وعشان يكونوا متوازيين يبقى مجموعة الحل هنا ايه؟ مجموعة الحل هنا فاي، يبقى عدد الحلول كام؟ مفيش ولا حل، يبقى عدد الحلول صفر. إذا كان السين لا تساوي صفر فإن 5 سين على سين تربيع زائد 1 على سين على سين تربيع زائد 1 بكام؟ قلنا يا أستاذ بنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها، نشيل على دي ونحط فيه ونقوم قلبين اللي بعدها كده. أبسط صورة إيه؟ هنختصر، ده راح مع ده والسين راحت مع السين، اتبقى كام؟ اتبقى 5. إذا كان النسبة بين محيطي مربعين 1 إلى 2 فإن النسبة في المساحات، أنت قلت يا أستاذ إن دي نسبة في المحيطات، يعني محيط الأول على محيط الثاني بيساوي طول الحرف الأول على طول الحرف الثاني بتساوي كام لكام؟ النسبة في المحيطات يا شباب بتساوي النسبة بين الأضلاع في المحيطات، الحرف اللي هو الضلع. عايزين نجيب المساحة، الأولاني كان طول حرفه 1 ميم، حرف الأول كان طوله 1 ميم لأن دي نسبة، والتاني كان ب2 ميم، يبقى مساحة الأول كام؟ 1 ميم تربيع، طب التاني 4 ميم تربيع. طب النسبة بينهم يعني لو قسمناهم مع بعض ده مساحة الأول على مساحة الثاني، الوحدة دي ميم تربيع طارد اتبقى ربع، يبقى النسبة في المساحات بتساوي ربع. معادلة محور تماثل الدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص 4، بيقول لي الدالة دي هتترسم بمنحنى، معادلة محور التماثل إيه؟ كان معادلة محور التماثل لها قانون، سالب ب على 2 ألف، به الرقم اللي كان قدام س، مفيش هنا س يبقى صفر، يبقى هتكتب له س بتساوي صفر، هي دي معادلة التماثل، لأن مفيش س لوحدها عشان آخد الرقم اللي قدامها أقسمه على ضعف الرقم اللي قدام س تربيع. إذا كان أ جزء من فضاء العينة لتجربة عشوائية، وكان لم أ المكمل بيساوي ضعف لام ألف، يبقى لام ألف بكام؟ كان عندي قانون يا شباب بيقول إن لام ألف المكمل بيساوي 1 ناقص لام ألف، ده كان قانون، هنشيل لام ألف المكمل ونحط قيمته، 1 ناقص لام ألف بتساوي 2 من لام ألف، هعدي لام ألف دي، بقوا كده 3 من لام ألف،
بتساوي واحد، يبقى لام ألف الواحدة بتساوي تلت. استخدم القانون العام لإيجاد مجموعة حل 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 1 بتساوي صفر مقربة من ناتج لرقم 10 1. طلع بياناتنا أ ب ج، لون القانون سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ. الب بكام؟ بخمسة، يبقى سالب خمسة موجب أو سالب جذر الب تربيع 25 ناقص 4 في أ في ج على 2 من أ. هنطلع النواتج، طبعا كل ده كانت س بتساوي سالب خمسة موجب أو سالب جذر 25 ناقص 8 17 على 4، يعني س بتساوي سالب 5 موجب جذر 17 4، وس بتساوي سالب 5 ناقص جذر 17 على 4. أوجد نون س في أبسط صورة. إن كانت نون س بتساوي س ناقص 3 على س تربيع ناقص 7 س زائد 12 ناقص 3 على س تربيع ناقص 4 س، يبقى نون س بتساوي س ناقص 3 على س ناقص 4 س ناقص 3، ال 12 دي كانت ال 3 في 4 الأخير موجب، ال 2 بياخدوا إشارة المنتصف. هنا طبعا في س مشترك اتبقى س ناقص 4. جبت المجال، المجال ح فرق 4 وتلاتة وصفر، دول راحوا. النتيجة اللي اتبقت نون س بتساوي واحد على س ناقص 4 ناقص 3 على س في س ناقص 4. كنا بنوحد المقامات ازاي يا باشمهندسين؟ بنضرب دول في بعض ونضرب دول في بعض ونضرب دول في بعض كده، لا إما كنا ناخد س ناقص 4 من تحت مشترك. يبقى س في س ناقص 4 في س ناقص 4، ضربت دهم في بعض، واحد في أي حاجة هي هي س في س ناقص 4، هضرب التلاتة في دول يبقى سالب 3 س زائد 12. طبعا يا شباب الس مضروبة في القوس ده، نضربها فيه هتكون س تربيع ناقص 4 س. هنجمع اللي فوق دول، لقيتهم عايزين يتحللوا سالب 4 س وسالب 3 س، دول بسالب 7 س. فحللتهم س ناقص 4 في س ناقص 3 على س في س ناقص 4 س ناقص 4، دول راحوا مع بعضهم، يبقى النتيجة س ناقص 3 على س في س ناقص 4، ديت أبسط صورة للمقدار. س ناقص ص بتساوي صفر، وس تربيع زائد س ص زائد ص تربيع بتساوي 27. أوجد مجموعة الحل ح في ح. الس يا أستاذ هتساوي الص، هنبدل الس ونقوم حاطين ص، يبقى ص تربيع زائد ص تربيع زائد ص تربيع. شلت السين وحطيت ص، ص أس 2 ص في ص، السين بتساوي الص بص تربيع، كده كام ص تربيع؟ 3 ص تربيع. بكام؟ ب 27 نقسم على 3 يبقى ص تربيع بتساوي 9. هنجيب الجذر، يبقى الصاد بموجب أو سالب كام؟ 3، شلنا أس 2 جبنا الجذر. طب ما الس هتكون زيها موجب أو سالب 3، يعني مجموعة الحل لو كانت الس ب 3 الصاد ب 3، ولو كانت الس بسالب 3 الصاد زيها بسالب 3.
أمجد نون سين في أبسط صورة مبيناً مجال نون. نون سين بتساوي سين تربيع زائد 4 سين زائد 3 على سين تكعيب ناقص 27 على سين زائد 3 على سين تربيع زائد 3 سين زائد 9. ثم أوجد نون 2 ونون سالب 3 إن أمكن. لازم يا باشمهندس لما تلاقي أس 3 هو اللي تبتدي بيه في الحل. ليه؟ علشان يا أستاذ ده بيتحل قوس صغير وقوس كبير. القوس الكبير لازم يكون موجود في السؤال، لازم. يبقى أنا أول ما تجيلي مسألة فيها فرقة أو مجموع مكعبين لازم أحله الأول. سيب كل المسألة وحله هو. يبقى س ناقص 3 كنا بنجيب الجذر التكعيبي للأول والجذر التكعيبي للتاني. وهنا الأول تربيع والأخير تربيع موجب عكس الإشارة عكسها الأول في التاني. الأول في التاني. القوس ده بقى موجود في المسألة فين؟ أهو. يبقى ده ما بيتحللش. يبقى بقيت السؤال هجر على التحليل عادي. س في س الواحد في 3 الأخير موجب الاتنين بياخدوا شرط المنتصف. 3 دي 1 في 3 الأخير موجب الاتنين بياخدوا النص. كنا بنشيل على ونحط فيه ونقلب اللي بعدها. اتفقنا إن س تربيع زائد 3 س زائد 9 دي ما بتتحللش. ليه؟ علشان هي القوس الكبير بتاعنا. هات المجال حق فرق. دي ادتني 3 القوس الكبير ده ما بيديش حاجة. دي ادتني سالب 3 القوس الكبير ده ما بيديش حاجة لأن المجال في القسمة كنا اللي جبناه معكوس ضربي بنجيب مجاله من فوق وتحت. يعني بجيب هنا من تحت واللي جبت له معكوس ضربي بجيبه من فوق ومن تحت. اختصرنا دول مع بعض واختصرنا دول مع بعض. بقت النتيجة بتساوي س زائد 1 على س ناقص 3. بيقول لي بقى هات لي قيمة نون 2 ونون سالب 3. قلت له هنعوض عن النون ب 2 عن الس ب 2. نون 2 هتساوي 2 زائد 1 على 2 ناقص 3 طلعت سالب 3. طب هنجيب له نون سالب 3. هنبدل برضه الس ونحط سالب 3. يبقى سالب 3 زائد 1 على سالب 3 ناقص 3. يبقى سالب 2 على سالب 6 طلعت فيها التلت. مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 4. رسمنا المستطيل يا شباب. بيقول افرض طوله وعرضه. أنا فرضت إن طوله س وعرضه ص. بيقول إن الطول يزيد عن العرض بمقدار 4. الطول يزيد عن العرض بمقدار 4. في زمايل لنا قالوا لا الطول بيزيد على العرض ده ب4. يعني العرض وضيف على 4 يديك الطول. طب ما لو ودينا الصلب اشاره مخالفه هيديني نفس الكلام. او كنا خدنا في سنه اولى اعدادي يزيد عن يعني ناقص. ومحيطه 28. المحيط اللي هو ايه؟ اللي هو 2 من الطول و2 من العرض لان بجمع الاضلاع من بره. يبقى 2 س زائد 2 ص ده يديني 28. او القانون اللي انت حافظه من الابتدائي الطول زائد العرض كل في 2. اللي مش عارف قانون المحيط بنجمع الاضلاع من بره. دي س دي س زيها دي ص دي ص زيها. في كم س؟ 2. في كم ص؟ 2. طبعا المعادله دي عايزه تتقسم على الاثنين كلها تقبل القسم على الاثنين. بقت الاولانيه اللي هي س ناقص ص بتساوي 4 والثانيه اللي هي س زائد ص بتساوي 14. بالجمع يا استاذ ده قسمناها على الاثنين. 2 س بتساوي 18. يبقى الس الواحده بتساوي 9. يبقى الصاد بكام؟ الصاد يا استاذ كان اقل من الس دي ب4 او عوض في اي واحده. يبقى الصاد طلعت ب5. جبنا الصاد ب5 اللي هي العرض والطول طلع ب9. اذا المساحه
بتساوي الطول في العرض، يعني بتساوي 9 × 5 بكام؟ 45 سنتيمتر مربع. نون س بتساوي س تربيع ناقص 2 س على س تربيع ناقص 3 س زائد 2. أوجد ننقص سالب 1 س في أبسط صورة مبينا المجال. يعني إيه ننقص سالب 1؟ يعني المعكوس الضربي. وإيه هو المعكوس الضربي؟ بقلب أخلي المقام بسط والبسط مقام. يبقى ننقص سالب 1 بتاعة السؤال ده إيه؟ ننقص سالب 1 يا أستاذ بتساوي س تربيع ناقص 3 س زائد 2 على س تربيع ناقص 2 س. طبعا احنا هنجري عليها التحليل، س في س، الاثنين الواحد في اثنين، الاخر الموجب، الاثنين بياخدوا شرط المنتصف، وتحت هناخد الس مشترك يبقى س ناقص 2. المجال ايه؟ مجال يا استاذ المعكوس الضربي ده كنت بجيبه من فوق وتحت، يعني حفر أصفار البسط والمقام اللي من فوق وتحت، لأن اللي فوق ده كان هو اللي تحت في أصل السؤال، واللي تحت ده هو اللي كان فوق في أصل السؤال. يبقى المعكوس الضربي في المجال اللي هو نون أس سالب 1 ده اسمه معكوس ضربي في المجال، بجيبه من فوق وتحت. لو اختصرنا هتبقى نون أس سالب 1 س في أبسط صورة هي س ناقص 1 على س. بيقول طب لو خدناها سويناها بالتلاتة السين بكام؟ قلت له يعني أنت عايز ناخد س ناقص 1 على س أسويها بالتلاتة، أعمل وسطين في طرفين، أعدي السين بإشارة مخالفة، يبقى السين الواحدة بسالب نص ده قيمة س. اثبت أن نون واحد تساوي نون اتنين. في فرق يا شباب ما بين اثبت أن نون واحد س تساوي نون اتنين س وفرق من السؤال ده، نون واحد تساوي نون اتنين. نون واحد تساوي نون اتنين لازم المجال يكون زي بعضه والاختصار في الآخر يكون زي بعضه، إنما نون واحد س تساوي نون اتنين س لازم أبسط صورة تكون زي أبسط صورة وتجيب المجال المشترك. المهم في مسألتنا بمسك السؤال حلله، بمسك كل دالة لوحدها، هنا خدت س تربيع مشترك يبقى س ناقص 1، مجالي حفر 0 و1، مجال قبل الاختصار، قبل ما تشيل هات المجال 1 على س ناقص 1، ده كده المجال وده كده الاختصار. نعمل في دي نفس الطريقة، نون 2 س خدت من فوق س مشترك يبقى ل س تربيع زائد س زائد 1، خدت من تحت س مشترك يبقى ل س أس 3 ناقص 1، دي أس 3، لازم أحلل أس 3 ده الأول، يبقى نون 2 س بتساوي س قوس صغير قوس كبير س تربيع زائد س زائد 1. ده اللي فوقه، يبقى اللي فوق ده ما بيتحللش. هات المجال حفر 0، محدش كان اختصرنا، وواحد، والقوس الكبير ما بيديش حاجة. اختصر، دول راحوا مع بعض، دول راحوا مع بعض. بقت نون 2 س بتساوي 1 على س ناقص 1، الواحد ده منين؟ حفظ خانة، لأن كل اللي فوق اتشال. يبقى علشان المجال الأول قد المجال الثاني، والاختصار الأول قد الاختصار الثاني، إذا نون واحد تساوي نون اتنين وهذا المطلوب إثباته. آخر سؤال يا شباب بيقول إذا كان ألف وب حد سلم فضع عينة فيه لتجربة عشوائية، أوجد احتمال ألف تقاطع ب واحتمال ألف فرق ب واحتمال عدم وقوع الحدث ألف في الشكل المرسوم. التقاطع أو قانون الاحتمال اللي هو عاوزه على كله. التقاطع هنا إيه؟ ألف تقاطع ب، القطع في الاتنين والتلاتة. طب الفضاء كان إيه؟ الفضاء كان 1 و2
وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. طب أنا عايز احتمال ألف تقاطع ب، يبقى دول عددين على كم عدد؟ ستة أعداد، اللي هي نون ألف تقاطع ب على نون ف اداني تولت. طب يعني ايه ألف فرق ب؟ ألف فرق ب اللي موجود في ألف مش مكتوب في ب، اللي مكتوب في ألف مش مكتوب في ب الخمسة فقط. يبقى نون ألف فرق ب، لو عايز تكتب قانون على نون ف، بتساوي عنصر من كم عنصر؟ من ستة عناصر. احتمال عدم وقوع ألف، تعرفين دي ترجمته ايه؟ ألف المكمل. ايه بقيت ألف؟ بقي ألف يعني كل اللي مكتوب من غير ألف. قلت له عادي، أنا ممكن أجيب احتمال ألف وأجيب مكملته، وممكن أكتب لك اللي مش مكتوب في ألف، يعني زي الواحد والأربعة والستة. كده كم عنصر؟ ثلاثة من ستة، اتبقى نص. واحد ممكن كان يجيب احتمال ألف يقول ثلاثة على ستة نص ويقوم جايب المكمل. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله.